صرح سعادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الله بن خلف الدوسري أن إطلاق اسم جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على القبة البرلمانية للمبنى الجديد للسلطة التشريعية المزمع إنشاؤه قريبا يعد تقديرا وواجبا ووفاء مستحقا لراعي المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية. وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة سعادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الله بن خلف الدوسري. سيد عبد الله، ما الأهمية التي يشمل عليها هذا الاقتراح؟ الله يمسيكم بالخير. أولا طبعا هذا المسمى يأتي تقديرا طبعا للعطاءات السخية التي قدمها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه منذ أن تولى جلالته مقاليد الحكم في مارس من العام 99، والتي طبعا يعني زخرت بالإنجازات والمكرمات لصالح البحرين وأبنائها الأوفياء، حيث استطاع جلالته بحكمته أن يؤسس مملكة قائمة على التسامح والتعايش واحترام قواعد الديمقراطية. طبعا يأتي حرص أعضاء مجلس النواب وكذلك أعضاء مجلس الشورى في المجلس الوطني بغرفتيه اهتماما وتقديرا بإطلاق القبة الجديدة للمجلس الوطني باسم حمد بن عيسى. نعم سيد عبد الله، يعني بصفتك أنت من قدم هذا الاقتراح، كيف ترى تطور الحياة البرلمانية في البحرين بعد مرور يعني عقد تقريبا من الزمن على المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة؟ طبعا يعني هذه ما أحدثت نقلة نوعية وتقدم ملحوظ في شتى المجالات في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. طبعا يعني إعادة إقامة الهيئة التشريعية والتي تعتبر من أهم القرارات التي عززت خطط إصلاح في مملكة البحرين، ما زالت هي الضمانة للمزيد من المكتسبات التي ستؤهل المملكة للرقي في مصاف دول العالم المتقدمة، حيث أسى جلالته حفظه الله من خلال تقاليد برلمانية مستقرة وأشع في البلاد مناخا ديمقراطيا مسؤولا، وعمل على تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، كما ساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتحديد احتياجاتهم. طبعا احنا رأينا بالضرورة أن يكون اسم حمد بن عيسى أن يطلق على هذه القبة البرلمانية تقديرا وعرفانا لجلالته. نعم، إذن سعادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الله الدوسري، شكرا جزيلا لك. صرحت النائب لطيف محمد القعود رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام مرسوم إصدار سندات التنمية ومضمونه رفع سقف الدين العام، حيث تدارسته اللجنة من جميع الجوانب، كما اجتمعت مع محافظ البنك المركزي والمسؤولين بوزارة المالية في اجتماعات سابقة، حيث قررت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون. وفي ذات الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات، وذلك بحضور وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حمدان، حيث قدم الوزير شرحا كاملا وتوضيحا للبرامج التي تقوم الوزارة بعملها إلى جانب البرامج التطويرية والخطط التي ستعمل على إنجازها في الفترة المقبلة خدمة للمواطنين والمراجعين والعاملين، مبديا في الوقت ذاته تفهمهم للهدف الأساسي من اتخاذ أي خطوة من شأنها تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، الأمر الذي يرتبط بزيادة الإنتاجية والمعرفة، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد البحريني بشكل عام. أكد النائب عبد الرحمن بومجيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على أهمية مشروع قانون حماية معلومات ووثائق الدولة لما يمثله هذا المشروع من سد فراغ تشريعي لحماية وثائق الدولة. جاء ذلك في اجتماع فريق عمل من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وذلك لمناقشة مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية وسعادة النائب خميس الرميحي، حيث استمعت اللجنة إلى مرياتهم وتم مناقشة العديد من النقاط التي تم التوافق على مجملها، وقررت اللجنة البتة في المشروع خلال الاجتماع المقبل ورفعه للمجلس. كما تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، عقوبة سرقة تيار الكهرباء وإتلافه، واستمعت إلى رأي مقدمي المقترح وتعديلاتهم، وقررت اللجنة البتة فيه في اجتماع اللجنة المقبل. دان مجلس الوزراء السعودي بشدة المحاولات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين،
وجدد المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جدد استنكار المملكة العربية السعودية لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدد سلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها أيضاً.